بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله في الفيديو ده هناخد مع بعض نوع جديد من طريقة كتابة الإف ستيتمنت، أو خلينا نقول إحنا عرفنا إزاي بنقدر نكتب الإف ستيتمنت والسنتكس بتاع الإف ستيتمنت. طيب أنا ببساطة أنا ممكن أكتب الكونديشنز بتاع الإف ستيتمنت اللي هو هيكون عبارة عن مثلا أكتر من سطر أو أكتر من بلوك، ممكن أكتبه في سطر واحد. تمام؟ إزاي؟ عن طريق إن أنا ممكن أكتبه على شكل حاجة اسمها الكونديشنال أوبريتور. طيب الكونديشنال أوبريتور شكله عامل إزاي، أو طريقة كتابة الكونديشنال أوبريتور عاملة إزاي؟ والله ببساطة إحنا فاكرين السنتكس بتاع الإف ستيتمنت، فبكتب الإف، بفتح أكواس الكونديشن، بفتح السكوب، بضغط إنتر وبكتب البادي بتاع الإف، وهنا بكتب الكونديشن بتاعي. طيب بعد كده يعني مثلا لو الكونديشن ده ترو هينفذ ما بداخل البادي. طيب بعد كده لو الكونديشن بفولس هيعمل إيه؟ هيخش على البلوك اللي اسمه else if عشان ينفذ ما بداخل else if عشان يتشيك على الكونديشن، لو ترو هيدخل ينفذ ما بداخل الايه السكوب بتاع else if. طيب غير كده هيخش على else if اللي بعدها، وفي النهايه هيخش على ايه؟ هيخش على else. طيب هل في طريقه ان انا اكتب بيها او استغنى عن البلوكس ديت، بحيث ان انا مثلا اكتب الكونديشن بتاعي at the same line او في نفس السطر، او هو سطر واحد بس يغنينا عن البلوكس دي كلها؟ قال لك ممكن تستخدم حاجه اسمها الكونديشنال اوبريتور او التينري اوبريتور. تمام؟ طيب الكونديشنال اوبريتور شكله عامل ازاي، او طريقه كتابه الكونديشنال اوبريتور ازاي؟ ببساطه انا هكتب كونديشنال اوبريتور، يعني بكتب سطر واحد بكتب فيه كل الكونديشن اللي انا محتاجها. تمام؟ طيب بكتب الكونديشنال اوبريتور ازاي؟ في البدايه بكتب هنا الكونديشن بتاعي. تمام؟ خلينا اقول ان انا هنا في البدايه بكتب الكونديشن بتاعي، بقول والله لو الكونديشن ده بترو، لو الكونديشن بترو، يعني بقول كونديشن، بقول لو، بكتب لو علامه استفهام بالشكل ده. خلاص لو الكونديشن ده بترو هينفذ الجزء ده ترو بارت، الجزء هينفذ الجزء ده. تمام؟ طيب لو بفولس فكولون، بعمل كولون بالشكل ده، وده مكان الفولس كونديشن وسيمي كولون. خلاص ده كده شكل الكونديشنال اوبريتور. خلاص بعمل ايه؟ بكتب في الاول الكونديشن بتاعي بالشكل ده، بقول لو يعني علامه استفهام. خلاص لو الكونديشن ده بترو روح نفذ الجزء ده او الحته دي. خلاص طيب لو بفولس هيخش ينفذ الجزء ده. تمام؟ طيب الجزء ده والجزء ده عباره عن ايه؟ هل هو يعني هيبقى سطر واحد، او مثلا كلمه واحد، او مثلا ان انا اقول له الفاريبل اللي اسمه ايه، او ان انا اقول له مثلا سي اوت رساله، هل بس كده؟ لا، ممكن اكتب بالشكل ده. تمام؟ بقول له يعني لو الكونديشن ده بترو اكتب لي على الشاشه، هو عباره على الشاشه الكلام ده. تمام؟ طيب لو فولس هتكتب سي اوت الكلام اللي هنا ده. خلاص طيب ممكن تكتب بالشكل ده، او ممكن جزء الترو بارت اللي انا بتكلم عليه ده ممكن يبقى عباره عن ستيتمنت ثانيه. يعني ايه ستيتمنت ثانيه؟ يعني ممكن في المكان ده بفتح اكواس بالشكل ده وبكتب هنا في المكان ده اف كونديشن، او بكتب هنا كونديشن كمان. يعني لو الكونديشن ده بترو خش نفذ الكونديشن اللي هنا ده، لو فولس هتنفذ الجزء ده. خلاص يعني انا ممكن داخل الاكواس دي في المكان ده اكتب كونديشن الاوبريتور ثاني. يعني ممكن داخل الاكواس اكتب كونديشن اوبريتور تاني، اللي هو بكتب الكونديشن كونديشن 2 مثلا، لو الكونديشن 2 ده بترو هينفذ الترو بارت دي، لو بفولس هينفذ الفولس بارت. تمام؟ يعني انا ببساطه هنا بقول له لو الكونديشن الكبير ده، لو الكونديشن الكبير ده بترو هيعمل ايه؟ هينفذ الجزء ده، البلوك ده. خلاص البلوك ده عباره عن ايه؟ عباره عن كونديشنال اوبريتور تاني. فالكونديشنال اوبريتور تاني او بسميه النستد كونديشن اوبريتور، ده عباره عن نستد كونديشنال اوبريتور. خلاص يخش يشيك على الكونديشن ده، لو كونديشن اتنين بترو هينفذ الجزء ده، لو فولس هينفذ الجزء ده. تمام؟ نفس القصه ممكن اعملها على الجزء ده، هشيل الفولس بارت او الجزء ده او المكان ده، ممكن يبقى عباره عن كونديشنال اوبريتور تاني. يعني في المكان ده يبقى عباره عن كونديشنال اوبريتور بالشكل ده. الناس معايا؟ فده كده طريقة كتابة الكونديشنال اوبريتور. طيب هنا في المثال بتاعي طالب مني ايه؟ بص مع بعض كده، مثال النهارده زي ما احنا شايفين مع بعض كده، طالب مني ايه؟ write a C++ program to read a temperature
then display the water state using only the conditional operator. يعني طالب مني ان انا استقبل من اليوزر درجة الحرارة، وبناء على درجة الحرارة هحدد حالة الووتر، الووتر ستيت. تمام. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ ببساطة انا الكلام ده ممكن اعمله بالاف، بالاف ستيتمنت او بالسويتش ستيتمنت، لكن هو طالب ان انا استخدم الكونديشنال اوبريتور زي ما شرحنا من شوية. طيب طالب مني ايه؟ استقبل من اليوزر درجة الحرارة، فبقول له float temperature. تمام. وهعرض على الشاشة ايه؟ هعرض على الشاشة الووتر ستيت. طيب فهنا هقول له والله انا هاخد من اليوزر درجة الحرارة، انتر تمبريتشر، فبسي ان وبخزن فين؟ بخزن في التمبريتشر. طيب بناء على درجة الحرارة هنعرض له على الشاشة الووتر ستيت الستيت خلاص. طيب فلو درجة الحرارة اقل من الزيرو فهطبع له على الشاشة ايس. تمام. حالة الووتر ايس. طيب لو درجة الحرارة اعلى من الزيرو واقل من المية فانت كده ووتر، الحالة بتاعتك انت ووتر خلاص. طيب لو انت اعلى من المية فانت كده بتتكلم فين؟ الستيم او بخار خلاص. طيب الكلام ده يتنفذ ازاي؟ احنا قلنا هننزل ننفذ الكلام ده as conditional operator. طيب اول خطوة ايه؟ اول خطوة باشمهندس انا بقول دلوقتي والله لو التمبريتشر اللي انا عايز اشيك عليها، لو التمبريتشر بتاعتي دي، لو اهو لو التمبريتشر دي تمام كانت ايه؟ كانت اكبر من، او خلينا اقول ان هي كانت اقل من الزيرو، لو التمبريتشر كانت اقل من الزيرو هنفذ ايه؟ هنفذ ان انا هقول له هنا جملة طباعة صح؟ لما هي لو لا هي لو اقل من الزيرو، اقل من الزيرو فهي ايه؟ فهي ايس، فهطبع على الشاشة جزء الترو صح؟ مش ده كده جزء الترو الخاص بالكونديشن اوبريتور، هطبع له هنا والله انا بتكلم دلوقتي انت حالتك دلوقتي ايس. غير كده فغير كده بكتب كولون صح؟ فبقول له لو كونديشن ده بترو، لو التمبريتشر اقل من زيرو اعمل ايه؟ اطبع له على الشاشه ان هو ايس. طب غير كده، غير كده والله يا باشمهندس ممكن التمبريتشر يبقى اكبر من زيرو واقل من المية، او اكبر من المية خلاص. طب غير كده ها هطبع ايه؟ فغير كده يا باشمهندس انت روح هتروح تشيك، تشيك على مين؟ والله هنا هقول له لو التمبريتشر بتاعك كونديشن ده خلاص بفولس، التمبريتشر اقل من الزيرو بفولس، ففولس هيخش على جزء الفولس، جزء الفولس هيبقى عباره عن كونديشنال اوبريتور تاني، كونديشنال اوبريتور تاني. فوالله لو التمبريتشر كان اكبر من الزيرو وفي نفس الوقت يعني اند كان التمبريتشر ها اقل من المية، لو الناس معايا يعني هنا ده كده الكونديشن، ده الكونديشن ده كده او الستيتمنت الخاص بالفولس بتاع ده. طيب فهنا عباره عن كونديشن اوبريتور تاني، لو التمبريتشر هنحطه كده، نحطه كده خلاص، لو التمبريتشر اكبر من الزيرو وفي نفس الوقت اقل من المية هنفذ ايه؟ هنفذ الجزء اللي جاي ده ان انا هقول له والله كده انت حالتك كده انت في الحاله دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ووتر. تمام. طيب غير كده يعني كده خلاص الجزء الاولاني ده كده الستمنت الاولاني اللي هو الترو البيزد اون على مين؟ بيزد اون على الكونديشن ده. طيب غير كده، غير كده يعني كولون، غير كده والله مش فاضل غير مين؟ مش فاضل غير ان انت دلوقتي الكونديشن ده بفولس والكونديشن الاولاني بفولس، معنى كده ان انت بتتكلم ان انت اكبر من المية، يعني انت كده ايه؟ ستيم. فاقول له هنا سي اوت بالشكل ده انت كده ستيم الجزء ده خلاص، وفي النهايه بعمل سيمي كولون نهايه مين؟ نهايه الكونديشنال اوبريتور. فده كده الكونديشنال اوبريتور بتاعي. تمام. ده كده عباره عن نستد، نستد كونديشنال اوبريتور، لانه عباره عن كونديشنال اوبريتور جواه كونديشنال اوبريتور. ده لو ده كده بترو هينفذ مين؟ هينفذ الجزء ده. طب لو فولس هيبدا ينفذ مين؟ هينفذ الجزء الثاني اللي هو الجزء ده. تمام. اللي هو الجزء ده. تمام. والجزء ده عباره عن ايه؟ عباره عن كونديشنال اوبريتور ثاني. لو ده ترو هينفذ الجزء ده، بفولس هيبدا ينفذ مين؟ هينفذ الجزء ده خلاص. طيب في مشكله في الكلام ده؟ تمام، خلينا كده نجرب مع بعض.
تمام. طيب هنا طلب مني ادخل درجة حرارة، هدخل درجة الحرارة اللي هي مثلا سالب 8، فطبعا على الشاشة ايه؟ طبعا ان هو ده كده عبارة عن ايس. خلاص طيب نجرب تاني كده، ما فيش مشكلة، نعمل رن تاني. دخل لي درجة الحرارة، دخلت له مثلا 66، فقال لي ان انت كده ايه؟ ووتر. طيب غير كده لو انا دخلت حاجة مختلفة، مثلا ان هو دخلت مثلا 100 و 122، فيقول لي ايه ده كده؟ ستيم او بخار. في مشكلة في الكلام ده؟ اتمنى يكون فكرة الكونديشن الاوبريتور وصلت لكل الناس، وهنكمل مع بعض في المثال اللي جاي.